اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي صحتك بالدنيا. هاي الحلقه مثل ما عودناكم راح تكون عن موضوع عام بما يخص صحه جسم الانسان ونصائح طبيه عامه في خارج اختصاصي اللي هو اختصاص طب وجراحة العظام والكسور والمفاصل، لكنه هاي الحلقات نقوم بها من أجل توعية طبية، نقوم بعرض نصائح طبية لمساعدة الإنسان على أنه يقوم بأمور اليومية وحياة صحية سليمة خالية من الأمراض بمتابعة نصائح بسيطة لا تحتاج إلى طبيب أو إلى دواء أو إلى مستشفيات أو إلى فحوصات. اليوم راح نتناول في هاي الحلقة موضوع سلامة القلب. القلب هذه المضخة، هذه الآلة التي تعمل 24 ساعة بدون توقف بدون كلل بدون ملل لإرضاء كل عضو في جسم الإنسان، من الدماغ إلى الكلى إلى الرئتين إلى الأنسجة العضلات وغيرها وغيرها من كل أنحاء جسم الإنسان. هذا القلب وهاي المضخة صحتها هي صحة الجسم. القلب السليم هو الجسم السليم، لأنه القلب السليم يغذي كل عضو مثل ما قلنا في جسم الإنسان بالدم والأكسجين. هاي النصائح الطبية اليوم راح تكون نصائح بسيطة، إذا نتبعها على مدار اليوم والأسبوع والسنة راح نكون نعيش حياة بقلب سليم. لا يعني هذا أنه القلب لا يمكن أن يصاب به أمراض واختلالات بالعمل باتباع هاي النصائح فقط، لكن أغلب الناس اللي يتبعون هاي النصائح عندهم قلوب سليمة إلا كان هناك عوامل أخرى تؤدي إلى أمراض القلب. A healthy heart, as seen here, beats approximately 60 to 100 times a minute, providing oxygen-rich blood to the rest of the body. The lower left chamber of the heart, called the left ventricle, is the main pumping chamber. There are many different conditions that can lead to congestive heart failure, including a prior heart attack, high blood pressure, and coronary artery disease. Any of these can prevent the heart from efficiently pumping blood to the rest of the body. As a result, the heart may beat faster, and the ventricle may increase in size, becoming an even less effective pump. When the kidneys sense the reduced blood flow, they attempt to compensate by retaining more water and salt. This excess fluid retention often causes congestion in the tissues and results in swelling and an increased strain on an already weak heart. The progressive effect of the heart failing to properly circulate blood and congestion due to fluid retention is known as congestive heart failure. النقطة الأولى والمهمة والنصيحة الأولى هي ممارسة الرياضة بانتظام. ينصح بممارسة الرياضة والتمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة في كل يوم على الأقل، من أجل أنه نحرق الدهون ونحافظ على قلب سليم، وخاصة مع التقدم بالسن. في حال تعذر الذهاب إلى النادي الرياضي أو إلى مكانات الممارسة الرياضة اللايف تايم البلانت فتنس ألاي فتنس وغيرها من المحلات اللي قاعدين نشوفها كل يوم في كل بلد وفي كل مكان، الرياضة مو معناته انه نادي وادوات والات وجيم وغيرها. يمكن ممارسة الرياضة في اي مكان، بالشارع عن طريق المشي كحل بديل، ممكن مارسها في غرفة النوم بالجلوس على الكنباية او على الكرسي ورفع اثقال بسيطة يشتريها من اي محل 2 باوند 3 باوند 5 باوند، وحركة اليد الى ان نحس بجهد. ممكن انه نعمل عمل القرفصاء بانه نثني او الركبه الى الاعلى والى الاسفل 50 مره باليوم. ممكن نخلي وزن على الكاحل واحنا جالسين، نرفع الساق وننزلها، نرفعها وننزلها لتقويه العضلات الرباعيه، وممكن انه نحرق دهون ونقوم بالكثير من الرياضات وغيرها وغيرها من التمارين. الهروله وانت واقف بمكانك، الهروله بحد ذاتها كانه انت صاعد على ماكينه تريدميل. كل هاي التمارين البديلة والبسيطة تساعد على حرق الدهون وتساعد على توصيل القلب إلى جهد معين، بحيث تكون عضلة القلب متمرسة، ويبدي بالتالي القلب بإنشاء وشرايين القلب بتكوين شرايين جانبية أو الكولارة نسميها، حتى إذا سمح الله صار انسداد في الشريان الرئيسي يكون هناك عن طريق الأكسرسايز وجود شرايين فرعية تبقى تنقل الدم إلى هاي المنطقة من القلب، حتى لو نسد الشريان الرئيسي في المنتصف الشرايين الفرعية راح تحول الدم وتزود المنطقة. لذلك يقال بأنه، وهذا فد مقولة شائعة،
الكثير من الناس يسألون هل إلها أساس علمي؟ نعم إلها أساس علمي. المقولة هي أنه الإنسان في عمر الشباب لما يصاب بجلطة قلبية تكون قاتلة، نعم، لأنه الشريان القلب الرئيسي يكون خالي من الفروع أو الشرايين الفرعية أو الكولادرز اللي ممكن أنه تتجاوز مرحلة الانسداد، لأنه الإنسان يكون عنده انسداد في مكان معين من شرايين القلب، إذا عدى هاي المرحلة ما أصيب بجلطة قلبية ويكبر بالسن ومع الأكسرسايز أيضا تبدي تكون شرايين جانبية حتى تتجاوز المكان المسدود، فهاي الشرايين الجانبية يمكن أن تنقل الدم في حالة انسداد شريان رئيسي إلى المنطقة اللي صار بها الاحتشاء أو الانسداد، وبالتالي يكون أثر الانسداد أخف وأثر الجلطة أقل. النقطة الثانية هي التخفيف من ملح الطعام الزائد، هذا السم الأبيض أحد السموم الثلاثة اللي حكينا عليها بالحلقة الماضية، اللي هي الملح والسكر وأيضا القمح أو الدقيق، عفوا القمح أو الدقيق. هذا الملح زيادته بالطعام يمكن أن يسبب ارتفاع في ضغط الدم، الأمر اللي يزيد من فرص حدوث مشاكل في القلب، لذلك يجب مراقبة كمية الملح اللي يستهلكها الجسم والتأكد أنها لا تزيد عن 6 جرام يوميا. راح يسألني المشاهد هسه أو المشاهدة ما هي 6 جرام أو ما هو حجم 6 جرام؟ هي نصف ملعقة كوب شاي أو ملعقة كوب شاي ممسوحة ما مليانة أو ما امتللة بالملح. إذا نزيح هاي الكمية الممسوحة راح تسبب نصف معلقة من الملح. الإقلاع عن التدخين أيضا مهم جدا، يعتبر التدخين من الأدعاء القلب ويؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة مثل ارتفاع ضغط الدم، تصلب الشرايين، وذلك السبب هو احتواء الدخان أو احتواء السيجارة على مادة النيكوتين التي تسبب انقباض الأوعية الدموية بما فيها شرايين القلب، بالإضافة إلى أول أكسيد الكربون أحد المواد الموجودة في الدخان واللي تنتج عن الورق الموجود بالدخان حقيقة أو في السجائر، اللي يساعد على ترسب الكوليسترول في الأوعية الدموية وبالتالي تسبب انسدادات وتسبب تضيق بالأوعية وتصلب الأوعية أيضا وعدم مرونتها، مما يزيد من ضغط الدم ويأثر على عمل القلب، لأنه القلب راح يبدي ضخ الدم في شريان مسدود أصلا، فزيد عمل القلب وجهده حتى يدفع هاي الكمية خلال هذا الشريان اللي ما ممكن أنه يتوسع بسهولة، فيزيد عمله حتى يفوت أكبر كمية من الدم خلال الشريان المسدود. تناول أو النقطة الرابعة عدم تناول الكحول. ليش؟ لأنه تناول الكحول يؤدي إلى أو المشروبات الكحولية يؤدي إلى حالة من ارتفاع ضغط الدم أولا، يؤدي أيضا إلى انسداد الشرايين، يؤدي إلى زيادة الكوليسترول، يؤدي إلى تصلب الشرايين، كما أنه يؤثر على معدلات ضربات القلب، لذلك يجب الابتعاد عن الكحول من أجل صحة القلب. أو إذا تناول الكحول، إذا بعض الناس تناول الكحول تتناولها بشكل معتدل بشكل مادرت بشكل غير كثيف. الكحول هي حقيقة أحد أسباب أمراض كثيرة في جسم الإنسان، والإدمان عليها والزيادة من كمياتها تؤدي إلى الأمراض وغيرها وغيرها. خامسا الحفاظ على وزن صحي مناسب، بحيث أنه السمنة مثل ما نحكي دائما وفي كل الحلقات وفي كل المواضيع تؤثر بشكل سلبي على القلب. ليش؟ لأنه يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية، وذلك بسبب تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية بالإضافة إلى أمراض الشرايين التاجية وغيرها. أريد دائما أمضي مثل أقول القلب هو عبارة عن مثل ما نقول ماكينة لضخ الماء أو مضخة ماء أو مضخة دم أو مضخة ماء لأرض زراعية، كل ما تكبر الأرض الزراعية كل ما يحتاج هاي المضخة تعمل أكثر حتى تغذي كل هذه الأرض الكبيرة، لكن لما تكون الأرض محدودة يعمل المضخة بسرعة بطيئة وبكمية محددة حتى يكفي هاي القطعة الصغيرة من الأرض. من تكبر القطعة المضخة راح تكون نفس العمل لكنه لازم تزيد إنتاجها حتى تضخ لهاي الأرض الكبيرة، فلذلك يصير عليها جهد. نفس الشيء السمن، إذا زاد وزن الإنسان وزاد خلايا جسمه
يتطلب كميات كبيرة من الدم والأكسجين لتغذية هاي الجسم أو الباونات أو الكيلوات الزائدة، وبالتالي يزيد ضغط عمل القلب، والضغط على عمل القلب يؤدي إلى الأمراض. لذلك ينصح بالحفاظ على وزن طبيعي بشكل دائم، وسر صحة الإنسان هو في قوامه وفي وزنه. النقطة السادسة المهمة هي تناول الفاكهة الطازجة باستمرار، فالفواكه الطازجة غنية بالألياف، الفيتامينات، المعادن وغيرها من المواد المفيدة، البوتاسيوم، الأملاح اللي هي مهمة مو بس القلب، لكل عضلات جسم الإنسان. كما أن كمية سعرات حرارية بها منخفضة، ممكن نتناول كمية من الفاكهة زودنا بسعرات حرارية كبيرة وفائدة وفيتامين بدون أنه سعرات حرارية بها قليلة، لكنه يزود بالغذاء اللازم والمواد اللازمة بدون ما يصير عندنا زيادة في الوزن وتحول هاي السعرات إلى دهون وغيرها. وأيضا تحتوي على مواد مضادة للأكسدة اللي هي مهمة ونحكي بها دائما، تساعد في الحفاظ على القلب سليم ومعافى، وأيضا تمنع حدوث السرطانات. الكثير من هاي المواد المضادة للأكسدة هي تقاوم المواد المؤكسدة في بعض المواد الكيميائية وغيرها اللي هي مسرطنة وتؤدي إلى أمراض سرطانية وكذلك تؤدي إلى أمراض القلب. النقطة السابعة تجنب الوجبات السريعة، فالوجبات السريعة مليئة بالدهون الضارة وتزيد مستويات الكوليسترول بالدم وما يؤدي إلى انسداد الشرايين. لذلك ننصح بابتعاد عنها ونستبدلها بوجبات خفيفة مثل المكسرات، الفواكه الطازجة. نعتمد على الأكل اللي هو بالبيت، الفاين فود المليء بالبقوليات، بالفاصوليا، البازاليا وغيرها اللي هي تغنينا عن اللحوم، نسميها احنا لحوم الفقراء مثل ما قلنا بالحلقة الماضية. ليش؟ لأن بيها كل المواد اللي نحتاجها باللحوم، البروتين، الألياف وغيرها موجودة في البقوليات، إضافة إلى أنه البقوليات لا تحتوي على كوليسترول ودهون وغيرها من المواد المضرة لجسم الإنسان مثل موجودة باللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء واليوريك أسيد وغيرها وغيرها. النقطة الثامنة المهمة هو النوم بشكل جيد، حيث يعتبر النوم الجيد بالليل هو أفضل سلاح لمحاربة معظم مشاكل الصحية. ليش؟ لأن جسم الإنسان يعمل على إصلاح نفسه أثناء النوم، فالنوم هو عملية شحن البطارية أنا أسميها، وأيضا الجسم يبني قسم من البروتينات المهمة لبناء الخلايا أثناء النوم ولا ينتجها عند الصباح أو عند النهوض أو عند العمل. لذلك يحصل بهاي الفترة يحصل إعادة صيانة للخلايا الميتة والخلايا التلفانة والخلايا اللي سقطت من جلدنا والخلايا اللي العمل أتلفها وأتعبها من الكبد وغيرها. لذلك النوم هو كفيل بتصليح وإعدال وتعديل الخلل في جسم الإنسان، لذلك علينا أن نحصل على قدر كافي من النوم. النقطة التاسعة هي تناول وجبات متوازنة، ويجب الحرص على التنوع في الوجبات. ومن أقول وجبات متوازنة أعني بيها وجبات تحتوي كل وجبة منها على كميات من المعادن والأملاح المهمة جسم الإنسان، والأملاح ليس هو ملح الطعام الأبيض الملح المائدة، وإنما هو الأملاح أقصد بها المواد اللي نحتاجها في القيام بالوظائف الحيوية ووظائف عضلاتنا وقلبنا وغيرها من الأعضاء مثل البوتاسيوم والكالسيوم وغيرها، وأيضا تحتوي على البروتينات، تحتوي على السكريات، تحتوي على النشويات. وجبات متوازنة وأيضا تحتوي على الوجبات على كميات من الفاكهة والخضر الطازجة أيضا لأنه مهمة جدا جدا جدا، والحصول على المواد الغذائية الأساسية من الحليب والمكسرات والأطعمة الصحية الأخرى أيضا مهمة. كثير من الناس يصورون أنه مع تقدم العمر إنسان ما عاد يحتاج إلى الحليب، شو سوي بالحليب أنا مو طفل؟ بالعكس، مع تقدم العمر الحليب والأجبان والدايري فود يصبح مهم جدا لأنه يحتوي على كميات من الكالسيوم اللي نحتاجها في كبرنا، لأنه بالكبر نعتمد على الترسانة الموجودة من الكالسيوم، والترسانة الموجودة من الكالسيوم هي اللي نحن نستخدمها بعد سن 30 أو 35، لأنه امتصاص الأملاح والكالسيوم يكون أقل من عند الشباب أولا، وثانيا فقدان الكالسيوم عن طريق الكلى يكون أكثر عند الكبار، فنعتمد على المخزون ونعتمد على زيادة تناول الكالسيوم حتى نعوض عن فقدانه وعدم امتصاصه. Can stress actually kill you?
From a biological perspective, stress makes perfect sense. If you're about to get chomped on by a bear, your stress hormones better kick your butt into gear. But it turns out that your mortgage, unemployment, and looming exam all trigger the same stress response in your body. And unlike most animals, which eventually experience a major decrease in these hormones, humans can't seem to find the off switch. Even though it's not life and death, our psychological woes consistently bathe our bodies in these hormones, making our heart pound, muscles tense, and stomach turn. In Japan, they have the term karoshi, which literally translates to death from overwork. In what is now deemed an overworking epidemic, these individuals who are seemingly healthy and in their prime suddenly die. After being officially recognized and documented in Japan, these sudden heart attacks and strokes were quickly linked to stress. But how does stress cause this? Cortisol is one of the main stress hormones, which helps divert energy to where you need it and away from non-essential functions of the body. But with chronic stress exposure, problems arise. The immune system shuts down, inflammation is inhibited, white blood cells are reduced, and susceptibility to disease increases. Some evidence also suggests that prolonged stress may be involved in the development of cancer. When looking at the arteries of macaque monkeys, those under significant stress have more clogged arteries. This prevents blood from getting to the heart quickly during stress and can ultimately lead to heart attacks. The brain also takes a toll. When looking at mice exposed to stress, we see dramatically smaller brain cells with fewer branch extensions than normal mice. This is particularly prevalent in the areas associated with memory and learning, which may stir up some memories for you of those wonderful all-night study sessions. The acute stress and sleep deprivation can make it increasingly difficult to remember the things we want to. Perhaps the most telling story is in our DNA. We contain something called telomeres at the end of our chromosomes, which decrease in size with our age. Our video on aging here explains this process. Eventually, the telomeres run out, at which point the cell stops duplicating and dies. So telomeres are directly related to aging and length of life. And it turns out, stress may actually accelerate the shortening of these telomeres. But not all hope is lost for the perpetually stressed. Another hormone, oxytocin, has been shown to reduce this stress response. It helps your blood vessels relax and even regenerates the heart from stress-related damage. So how do we get more oxytocin? It's sometimes dubbed the cuddle hormone because it's released during positive social interactions and while caring for others. People who spend more time with others create a buffer or resilience to stress. So when life gets the best of you, just remember, you don't have to go it alone. Spend some time with those you love. It may just save your life. النقطة الأخيرة والمهمة اللي أنهي بها حلقتي اليوم واللي نهيت بها الحلقة الماضية أيضا كما هي صحة القلب كما هي صحة الأعضاء الأخرى وصحة الدماغ والمناعة هي التوتر. فالتوتر والابتعاد عن التوتر وابتعاد عن الستريس بشكل عام مفيد جدا وصحي للقلب. ليش؟ لأنه التوتر والسترس والنرفزة والعصبية والتفكير والقلق يؤدي إلى إفراز مادة الأدرينالين، والأدرينالين يخلي زيادة ضربات القلب أقوى وأكثر وأسرع، مما يؤدي إلى تعب وإعياء في عضلات القلب وبالتالي تضخم القلب وأمراض القلب وغيرها، وأيضا تسبب انسداد الشرايين، مما يؤدي إلى الإنسان يكون أكثر عرضة للتعرض لأمراض مثل الجلطة والذبحة وغيرها. ذاك نشوف من الإنسان يصير عنده حالة عصبية أو نفسية أو ستريس أو ينغث أو يتوتر، يصير عنده ألم بالصدر. ليش؟ لأنه الأوعية الدموية والشرايين تتقلص، فيقل الدم الواصل إلى جدار عضلة القلب. هو جدار عضلة القلب أيضا تزودها شرايين دموية، مو لأنه القلب بدم معناته أنه ما يحتاج إلى تروية دموية، بالعكس يحتاج إلى تروية دموية عن طريق شرايين معينة. فإذا صار بها تقلص عن طريق الهرمونات اللي تفرز عند التوتر مثلا الأدرينالين مثل ما قلت والنور أدرينالين، راح يصيب الإنسان حالة من التقلص في هاي الشرايين، وبالتالي قلة الأكسجين لعضلة القلب ما يسبب ألمها أو احتشائها أو الجلطة اللي يسموها أو الذبحة في بعض الأحيان، اللي هي الذبحة هي الفرق عن الجلطة. الذبحة هي مجرد تقلص بالشرايين وقتي بما يؤدي إلى ألم بالصدر، لكنه لا يصاحبه دامج أو ضرر بعضلة القلب أو احتشائها أو موتها، بس يقلل الأكسجين عن العضلة فتسبب ألم وتفرز بعض الهرمونات أو الأنزيمات اللي ممكن أنه نقيسها بالدم ونعرف أنه صار ضغط على عضلة القلب. لكنه الفرق عن الذبحة عن الجلطة أو الاحتشاء، هو الاحتشاء يسبب انسداد أحد الشرايين المزمن أثر تخثر أو أثر خثرة يعني، أو أثر انسداد بانسداد دائم، مما يسبب
بالتالي عدم وصول الدم والأكسجين بشكل دائم للعضلة وموت العضلة واحتشائها وجزء من العضلة يكون محتشي وميت. لذلك ننصح بممارسة بعض الأنشطة الترفيهية من وقت لآخر للتخلص من القلق والتوتر. يمكن أنه أيضا نمارس بعض جلسات التأمل واليوغا حتى نخفف من التوتر. في نهاية هاي النقطة رح أنهي برنامج اليوم من برنامج صحتك بالدنيا، وأتمنى لكم حياة صاحية وصحيحة وسليمة وخالية من كل الأمراض. عليكم بتقليل من القلق والتوتر والضغط النفسي، ومثل ما أقول دائما الأشياء اللي لك عليها سيطرة لا تقلق عليها لأنه أنت تحت سيطرتك، والأشياء أو الأمور اللي ما لك عليها سيطرة فأيضا لا تقلق عليها لأنه ما راح تقدر تسوي شيء، رب العالمين راح يتكفل بيها. فبالحالتين لا تقلق ودع القلق وافرح ومارس الحياة بشكل مبتهج وخالي من التوتر. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم من برنامج صحتك بالدنيا. شكرا لكم.